مساء الخير. زار الرئيس المكلف سعد الحريري مساء اليوم الصرح البطريركي في بكركي، يرافق الوزير السابق غطاس خوري، حيث استقبلوا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في حضور الوزير السابق سجعان أزي، وجرى البحث بموضوع الحكومة وتشكيلها. جدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال ترأس القديس عيد البشارة لمناسبة الذكرى السنوية العاشرة على تولي السد البطريركي في كنيسة السيدة، وجدد الدعوة إلى النهوض من كبوة تأليف الحكومة، فيضع الرئيس المكلف تشكيلة حكومية ممتازة يقدم إلى رئيس الجمهورية ويتشاورا فيما بينهما بروح صافية ووطنية إلى أن يتفقا على الأسماء الجديدة وتوزيع الحقائب في إطار المساواة وعلى أسس الدستور والميثاق. ما كنا نتصور يوما أن تتنازل الشرعية عن قرارها وحقها وصلاحياتها وتصبح رهينة لعبة المحاور الإقليمية. ما كنا نتصور يوما أن تفشل الدولة بعد 100 سنة على وجودها الديمقراطي في تأليف حكومة. نجدد دعوتنا إلى النهوض من كبوة تأليف الحكومة، فيضع الرئيس المكلف تشكيلة حكومية ممتازة ويقدمها إلى رئيس الجمهورية ويتشاورا فيما بينهما بروح صافية ووطنية إلى أن يتفقا على الأسماء الجديدة وتوزيع الحقائب في إطار المساواة وعلى أسس الدستور والميثاق. السفير الأمريكي في بعبدة ومن ثم بيت الوسط، فماذا في تفاصيل اللقاء مع الرئيس العماد ميشيل عون؟ لحوالي الساعة والنصف كان اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون والسفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شي، لقاء يأتي في إطار تواصل الرئيس عون مع الدبلوماسيين ليشرح حقيقة الأزمة الحكومية وخلفيتها. السفيرة الأمريكية التي خرجت بعد اللقاء ببيان وصفه المراقبون بأنه واضح الدلالات ومن جو الاجتماع، أكدت فيه الحاجة الملحة لتشكيل حكومة ملتزمة بالإصلاحات وقادرة على تنفيذها، وسألت: ألم يحن الوقت للتخلي عن شروط التشكيل والبدء بالتسوية؟ تدعو الرؤساء الشجعان المستعدين لوضع اختلافاتهم الحزبية والعمل سويا لإنقاذ البلد من الأزمات الكثيرة التي تواجهها، وأنا على ثقة تامة بأنكم باستطاعتكم القيام بذلك. أعرف أن رؤسائكم وقود قادتكم يحاولون تشكيل حكومة، وأقول باحترام لكل من يضع مطالب على تشكيل هذه الحكومة التي يحتاجها الشعب بإلحاح، وإن هذه المطالب أدت إلى وقف تشكيل هذه الحكومة. أطالب الآن وقد أصبحنا على بعد 8 أشهر، بعد 8 أشهر من دون حكومة قوية، هل ألم يحن الوقت للتخلي عن هذه المطالب وبدء التسوية؟ نعم، إنه من المهم التركيز على بناء حكومة ليس وقف حاجز أمامها. ووفق معلومات الأو تي في كانت جلسة واضحة شرح فيها الرئيس عون معطيات الملف الحكومي وفصل بوضوح كيفية تأليف الحكومات في لبنان ودور رئيس الجمهورية بالموضوع. وخلال اللقاء طرحت السفيرة الأمريكية بعض الأسئلة وتمت الإجابة عنها باستفاضة، وكان تشديد على أن الرئيس عون ليس فريقا بل هو رئيس كل لبنان ويحرص على التوازن في التمثيل السياسي والطوائفي بأي حكومة، وأن تتمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة وفق المادة 95 من الدستور. هذا وعلمت الأو تي في أنه قدمت للسفيرة الأمريكية دراسة قانونية مفصلة باللغة الإنجليزية عن الوضع الدستوري بشأن تأليف الحكومة وصلاحيات رئيس الجمهورية في النظام السياسي اللبناني وفي الدستور اللبناني. السفيرة الأمريكية وبعدما غادرت قصر بعبدة توجهت مباشرة إلى بيت الوسط والتقت رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وسط تكتم شديد على فحوى اللقاء، حيث اكتفى المكتب الإعلامي بالإشارة إلى أنه بحث آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة،
لكن مصادر الحريري انطلقت مما قالته شي من قصر بعبدة واللقاء مع الحريري، لتتحدث هذه المصادر عبر الأوتيفية عن إجماع على أن هذا الكلام واضح ويترجم كغطاء عربي ودولي لترأس الحريري الحكومة المقبلة وفق معيار الاختصاصيين غير الحزبيين. في عين التين لم يغب المشهد الدبلوماسي، فرئيس المجلس النيابي نبيه بري التقى السفيرة الفرنسية أنغريو، وجرى التشديد على وجوب الإسراع بتشكيل حكومة يتمكن من خلالها لبنان من معالجة أزماته وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية. لقاء الذي جاء بناء على طلب السفيرة الفرنسية تمحور حول الملف الحكومي والمعوقات التي تحول دون إنجاز تشكيل الحكومة. وقالت مصادر مواكبة للأوتيفي إن الزيارة تأتي في إطار الحراك الدبلوماسي الذي يتكامل من أجل البحث بمخارج حكومية، ورأت أن هذا الحراك أفعل من أي وقت سابق على أمل أن يثمر إنجازاً لتشكيل الحكومة في أسرع وقت. حراك دبلوماسي لافت على خط الملف اللبناني، فهل ينتج حركة حكومية؟ وماذا سيفعل الرئيس المكلف بعد الاشتباك السياسي مع بعبدة؟ تقرير جوال بويونس. على وقع انسداد الأفق الحكومي بعد تصعيد الرئيس المكلف الاثنين، حركة دبلوماسية لافتة تشهدها الساحة اللبنانية تتوزع بين كل من الولايات المتحدة وفرنسا صاحبة المبادرة الأساسة وبعض دول الخليج وعلى رأسها السعودية والكويت. فهي السفيرة الأمريكية تحط اليوم في بعبدة وبعدها في بيت الوسط، وطبق النقاش الأساس الإسراع بتأليف الحكومة. حراك السفيرة الأمريكية وأيضا السفيرة الفرنسية تقابله عودة ناشطة للسعودية إلى لبنان عبر السفير وليد البخاري الذي التقى الأربعاء سفراء كل من الكويت وفرنسا والولايات المتحدة بعدما كان زار القصر الجمهوري ثلاثاء. فهل ينتج حراك الخارج حركة حكومية في الداخل؟ وماذا عن عودة المملكة للاهتمام بملف لبنان؟ عودة المملكة العربية السعودية للاهتمام بهذا الشكل تستدعيها جملة تطورات. أولا في الداخل اللبناني بسبب انسداد أي أفق، ومعروف أن السعودية لديها حرص وأهمية أو تولي أهمية للحفاظ على الاستقرار وعلى مبدأ المؤسسات أو الدولة اللبنانية والدستور اللبناني. ثانيا هناك دوافع خارجية، هناك مبادرة قدمتها المملكة العربية السعودية في اليمن. السعودية بتوافق أمريكي أوروبي تريد أن تكون حاضرة في أي مفاوضات على صعيد الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والدول الأخرى، ولذلك لابد للسعودية من التقدم في لبنان والتقدم في دول أخرى أيضا. اللقاءات الدبلوماسية التي تحصل، لسيما اللقاءات التي عقدها السفير السعودي وليد البخاري، هدفها ثلاث نقاط. النقطة الأولى الضغط على القوى السياسية لتشكيل حكومة تتلاقى مع تطلعات المجتمع الدولي وتلتزم بالقرارات الدولية وتنفذ برنامج الإصلاح. النقطة الثانية الحفاظ على الدستور وعلى الاستقرار وعلى المؤسسات في لبنان. والنقطة الثالثة هي ما بعد العقوبات الأمريكية، هناك بحث لدى الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين. أيضا قد يكون هناك توجه لدى دول الخليج للبحث في إمكانية فرض هذه العقوبات. زيارة السفير السعودي إلى بعبدة ولو أنها أتت بدعوة من رئيس الجمهورية، قرأ في توقيتها البعض رسالة سعودية للحريري، لأن الصحفي منير الربيع يكشف عن مسعى للقاء يجمع سفير المملكة برئيس المكلف. الزيارة حصلت بناء على دعوة من قبل رئيس الجمهورية. ثانيا هناك تواصل يحصل بشكل غير مباشر بين السفير السعودي والرئيس سعد الحريري من خلال دبلوماسيين، لا سيما السفيرة الفرنسية والسفير الكويتي. ثالثا هناك مساعي لعقد لقاء، وبالتالي كي لا يفهم بأن خطوة السفير السعودي باتجاه المملكة باتجاه قصر بعبدة كانت لصالح طرف على حساب الطرف الآخر، كلا ليست كذلك. وأبرز دليل على ذلك هو حراك السفيرة الأمريكية اليوم التي خرجت من قصر بعبدة وتوجهت إلى بيت الوسط. وبانتظار ما قد تسفر عنه الحركة الدبلوماسية، ماذا بعد الاشتباك السياسي الذي ترسخ الاثنين على خط بعبدة بيت الوسط؟ ماذا سيفعل الحريري الذي لم يعد يستطيع التراجع، ولا سيما أن الاعتذار غير وارد بحسب الربيع؟ على الرغم من كل هذه المساعي الدبلوماسية لم نلمس حتى الآن أي تطور إيجابي، لا على صعيد الرئيس سعد الحريري ولا على صعيد الآخرين. وبالتالي من غير المعروف إذا ما كانت هذه الحركة الدبلوماسية ستؤدي إلى نتيجة فعلية أم أن الأزمة ستكون طويلة. وعليه يؤكد الربيع أن كل المعطيات تفيد بأن لا خرق حكوميا قريبا إلا بمعجزة ما.
أوضح وزير الداخلية محمد فهمي أن لبنان الذي كان ولا يزال خط الدفاع الأول للتصدي للإرهاب من أجل المحافظة على أمن دولنا جميعا، لم يعد باستطاعة لبنان تحمل هذه الأعباء الأمنية بظل أوضاعه الاقتصادية الحالية. وأضاف خلال مشاركته بالدورة 38 لمجلس وزراء الداخلي العرب التي انعقدت عن بعد أن لبنان بحاجة ماسة لوقوفكم بجانبه ومساعدته ومساعدة أجهزته الأمنية، خاصة وبأن الخلايا الإرهابية بدأت بإعادة تنظيم نفسها. لم يعد باستطاعة لبنان تحمل هذه الأعباء الأمنية في ظل أوضاعه الاقتصادية الحالية. لبنان بحاجة ماسة لوقوفكم بجانبه ومساعدته ومساعدة أجهزته الأمنية كما كنتم دائما، خاصة وبأن الخلايا الإرهابية بدأت بإعادة تنظيم نفسها، بالإضافة لقيامها بإنشاء شبكات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي لزعزعة مجتمعاتنا. ناهيكم عن انتهاكات العدو الصهيوني اليومية. إن لبنان ضامن بالتمسك بالتضامن العربي وبتحصين كافة منظومات الأمن القومي في بلداننا. فاصل ومن تابع أخبار المساء. إلى الشأن الصحي، وعلى وقع الاتجاه إلى العودة إلى الإقفال خلال أيام الأعياد والعطل المرافقة، ماذا يقول الدكتور عبد الرحمن البزري عن عملية التلقيح التي تبدو بطيئة نسبيا؟ يعني للأسف أنا برجع بعيدة دايما وبنقولها عبركم اليوم، أنه المنظمات الدولية غير شركات الدواء خزنت لبنان، لأنه منظمة الكوفاكس اللي هي تابعة للأمم المتحدة واللي فيها عدة منظمات دولية من الصحة العالمية للجافي للسي اي بي اي يعني هو اللي بيسموه جماعة دافوس، وكلهم هو اللي للأسف كانوا واعديننا أنه بهالمرحلة يكون عندنا بحدود 30,000 جرعة أو 292,000 جرعة أسترازينيكا تحديدا، نحن عم نحكي عن 36,000 جرعة، يعني تقريبا 10% من الكمية الموجودة. هلا أن تأتي متأخر خير من أن لا تأتي أبدا، لكن حقيقة نحن بلبنان الناس تعبت ونحن تعبنا من تأخر وصول اللقاحات ومن تلكؤ المجتمع الدولي وحتى بعض الشركات الدوائية الكبرى. شركة فايزر ملتزمة ببرنامجها ونحن بنتأمل منها أنه هالبرنامج يكثر مشان ما يتفاجئوا اللبنانيين كمية الفايزر اللي جاي هلا نهار السبت، هي كمية كانت معروفة قبلنا سوف تكون أقل بشوي من الكميات اللي بتجي عادة، لكن من بعدها ببداية شهر آذار رح تبلش الكميات تكبر لتصير على الحد الأدنى بحدود 50,000 أسبوعيا وربما أكثر. أما فيما يتعلق بلقاح سبوتنيك، فالمفروض الأستاذ جاك صراف مشكورا تمكن من تأمين عقد بقيمة 1,000,000 جرعة، لكن رح يوصل منه كمان بالأول 50,000 جرعة. هلا التنسيق بيناتهم شوي دقيق لانه متطلبات كل لقاح تختلف عن متطلبات اللقاح الاخر، بكيفيه التخلص من النفايات تبعيته، بكيفيه اعطاء المريض او الشخص اللقاح، باليه العمل، باليه حفظ اللقاح. مثلا نحن ليش بنحب الاسترازينيكا؟ لانه اسهل لقاح بالتعامل معه. توصيات بالإقفال تزامنا مع الأعياد، فما هي الخلفيات القرار غدا للمجلس الأعلى للدفاع؟ فهل نعود إلى الإقفال المؤقت؟ التفاصيل في تقرير جورج عبود. للمرجعيات الدينية توجهت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بالدعوة للمساعدة والمشاركة بالحد من مخاطر الفيروس، خاصة خلال عطلة الأعياد الدينية القادمة. فبالتوصيات الصادرة عن اللجنة ومن بعد تقييم الواقع الوبائي ودراسة المعطيات الإحصائية، قرار واضح بعدم تكرار مشهد الاختلاط يلي صار خلال عيد الميلاد وراس السنة نتيجة عدم إقفال البلد بوقتها. من هيدي النقطة التوجه بأعياد الفصح والفطر هو لإغلاق كامل لمدة 3 أيام، فهل الوضع لا يزال سيء؟ نحن معولين على بكرة مجلس الدفاع الأعلى ياخذ قرار مثل ما وصينا إنه بالأعياد الكبيرة يعني تكون في إقفال نوعا ما وعدم اختلاط، وطبعا بمساعدة المقامات الدينية اللي كمان لازم تساعدنا بالموضوع. عم نحكي نحن علميا هلا،
لأنه لبنان تقريبا هلأ وصل على قدرته الاستشفائية القصوى، ما بقى في مجال بقى أكتر ينعمل، وخايفين أنه يتجدد الشيء اللي صار قبل. تنقول للناس أنه لازم تقعد ببيوتها، لازم كمان يصير في منع تجول ويصير في طبعا تسكير عام. هذا الاختراح هلأ، هل يا ترى تأخذ فيه بكرة الحكومة؟ هذا ما فيني أنا أقوله يعني من هلأ، بس التوصية كانت هيك بإجماع الحاضرين بلجنة الكورونا. بين الاقتصاد ولقمة عيش المواطن وبين صحته، بالتوصيات أيضا خيار بإعادة تفعيل العمل بخطة الإغلاق الجزئي للمناطق يلي عم تسجل انتشار كبير للوباء. أو بدنا نرجع نسكر البلد على جديد مثل ما عم بيعملوا كثير بلدان، أو بدنا نكون نوعا ما احتياجيين بمناطق معينة، وهالمناطق يعني عم نعرف إنه عم نعرف فيها أساسا وينية، وهالمرة راح يصير في أكثر تسكير مناطق يعني مثل قضاء بكامله. إذا كان هالقضاء في تفشي كبير، عم نطرح الأفكار يعني نشوف شو الأحسن، لأنه كمان ما بدنا الاقتصاد يعني يعاني، لأنه ما فينا بقى نرجع نسكر البلد ما سكرنا يعني، كان الهم أكتر كمان اقتصادي وبنفس الوقت صحي. لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية أوصت أيضا بتعديل توقيت حظر الخروج والولوج للطرقات ليصير من الساعة 10 مساء وحتى 5 صباحا، والسماح لجميع القطاعات التجارية والمطاعم بتمديد توقيت العمل لغاية 9 مساء. إلى المجلس الأعلى للدفاع بتتوجه الأنظار غدا، حيث دعا رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى اجتماع عند الساعة 10 لعرض تطورات حالة التعبئة. فهل سيتخذ قرار الإقفال المؤقت مجددا؟ بموسم حساسية الربيع، ماذا يقول الأطباء عن كورونا وعن اللقاح؟ كورونا لا يزال يثير القلق عند عدد كبير من الناس مع حلول كل فصل. خلال فصل الشتاء بيتخوف الخبراء من انتشار الفيروسات التنفسية مثل اللي بتأدي للإنفلونزا، أما خلال فصل الربيع فبتنتشر الحساسية الموسمية. بيخشى معظم اللي بيعانوا من الحساسية من ارتفاع المخاطر عند إصابتهم بفيروس كورونا. ما في شيء بدل إنه شخص عنده حالة حساسية ربيع رح يعمل حالة إصابة أقوى بكثير من الكورونا، لبل يمكن إذا شخص عنده حالة ربو مثلاً وأصيب بالكورونا، أكيد إذا الكورونا سقط على الرئة رح يتعب أكثر، شيء طبيعي. بس مثل كل حالات الناس اللي عندهم أمراض مزمنة بالرئة، إذا سقطت بدها تسقط الكورونا على الرئة بدها تعمل له حالة تتعبه أكثر. بيتساءل كثيرون عن مدى تأثير اللقاح على مرضى الحساسية، فهل ممكن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة؟ يلي عنده حساسية إجمالاً بيقدر يعمل، عنده خطر أكثر إنه يعمل حساسية لأي شيء موجود باللقاح، هيدي معروفة. يعني أنا عندي حالة حساسية لشو بعرفني أنا للورق، أوكي، عندي استعداد إنه يكون عندي حساسية لغير شيء، أوكي، بس مش معناتها إنه ممنوع أو راح يصير معي إجباري حساسية للقاح. لذلك أي شخص عنده أي حساسية لدواء أو لأكل أو لشوكولا أو لبيض أو حي الله شيء لا يمنع أبداً بتاتاً أنه يأخذ اللقاح. بيتخوف البعض من الحساسية والعوارض الجانبية اللي ممكن يسببها اللقاح، فبين اللي ما بده يأخذ اللقاح من الأساس وبين اللي بهمه نوع اللقاح قبل ما يأخده بتتنوع الآراء. أنا نوم عم مش مفكرة أخده، لأنه بتسمع كتير عم نخاف أنه يصير في مشاكل صحية، خصوصا اللي معه مشاكل صحية. حس بعد بكير شوي لأشوف التجارب شو بتبين. أي نوع من اللقاح أنا مستعد أنه أخده. الصيني لا. ليش؟ ليش؟ بالصين بكفي اسمه كاسمه شو ما كان، مهم واحد يأخذ لقاح. لا مش كشو ما كان، إذا بفايزر إيه، إذا غير شيء لا. إذا بنعم نسمع دعايات عاطلة، ساعة الأنتراسينيكا منيح، ساعة بيعمل جرحات، ساعة العالم بالإجمال محيرة. هلا أنا سجلت على المنصة من زمان على ضوء التقارير اللي بيقولوها، بنشوف شو المنيح وشو اللي بيعمل حساسية أو بيعمل ردة فعل عاطلة. أخذته هلا عند التاني بأول شهر. لغاية اليوم 115 ألف شخص فقط بلبنان تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، هالرقم يعتبر ضئيل جداً وبعدنا كتير بعاد عن تشكيل مناعة جماعية. من هون من الضروري الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة. ختام أخبار المساء، للمزيد تابعونا عبر إنستغرام فيسبوك وتويتر. شكراً للمتابعة وتصبحوا على ألف خير.